مباشر من جوبا على الهواء وعلى الانترنت. دا اي راديو، عينك على جنوب السودان. اهلا ومرحبا بكم، لازم نشرة الاخبار من اي راديو، ولكن نبدا باهم العناوين. الرئيس البكير قال سوء التفاهم حول التمريض بتاع مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2022 حيتم حله على مستوى بتاع الرئاسة. حاكم ولاية وهرب وقف محافظ بتاع موغاتا تونيا الشمالية بسبب ما يزعم انعدام الأمن في المنطقة. وتحقيق كشف عن انه اندلاب بتاع الحريق اللي دمر مباني بتاع العمان العامة في ولاية شرق الاستوائية كان بسبب بتاع احمال بشري. ده كان عناوين الاخبار، والان لتفاصيل النشرة بقدم لكم الهادي حواري. الرئيس سلفا كير قال سوء التفاهم حول التمريض بتاع مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2022 حيتم حله على مستوى بتاع الرئاسة. جاء ذلك بعد أن اطلع جيما نونو كوما الرئيس بتاع البرلمان القومي الانتقالي الرئيس امبارح على الأمر. نواب بتاع الحركة الشعبية في المعارضة شجبوا في الأسبوع الفات تمريض بتاع قانون تعديل الأحزاب السياسية لسنة 2022 اللي عملوه في الشهر الفات. تفاصيل زيادة في التقرير التالي مع إيمانويل جوزيف أكيلي. أعضاء البرلمان من المعارضة قالوا إن القانون تم إقراره بالرغم من تحفظات بتعم على كيفية تمويل الأحزاب السياسية وشروط تسجيل الحزب قانونياً. بنص القانون على إنه عشان يتم تسجيل الحزب السياسي لازم يضم ما لا يقل عن 500 عضو من كل ولاية من الولايات العشرة. وكمان بيقول إنه يتم تخصيص ميزانية للحزب بناء على نتيجة الانتخابات العامة اللي عارضوا بعض من البرلمانيين. ومع ذلك أبلغت نونو الرئيس سلفا كير امبارح إنه البرلمان تداول بشكل واضح حول مشروع القانون بطريقة شفافة وأقره، وهو القرار اللي قالت إنه رفضوا لاحقا أعضاء الحركة الشعبية في المعارضة. وفي حديثه لوسائل الإعلام بعد الاجتماع نونو قال إنه ما في سبب اللي بيدعو للتجمع البرلماني للحركة الشعبية في المعارضة إلى مقاطعة الجلسات بسبب الأمر ده، وزعمت إنه المناقشة مشى بطريقة شفافة وأيد غالبية البرلمانيين مشروع القانون. وناشدت نونو الحركة الشعبية في المعارضة بأنه أطراف اتفاقية السلام ما هناك عشان يتشاكلوا، ولكن لتنفيذ اتفاقية السلام المنشط. وناشدت أطراف السلام للعمل معا وحل القضايا وديا من أجل إحلال السلام والاستقرار للمواطنين. كما حثت نونو البرلمانيين على انتظار نتائج اجتماع الرئاسة، ده لأنه تم رفع الأمر إلى مستوى الرئاسة. لإذاعة آي راديو، إيمانويل جوزيف أكيلي. شكرا أكيلي. حاكم ولاية وهرب وقف محافظ بتاموغاتا تونيا الشمالية بسبب ما يزعم انعدام الأمن في المنطقة. الليو يانا الليو وقف العميد كوال كون كوال من منصبه امبارح، وبيجي ايقافه بعد ورود انباء عن مقتل 7 اشخاص في اعمال بتعنف انتقاميه في وقت بدري من الشهر ده في المنطقه. وحسب خطاب موقع من قبل الحاكم الليو، فان المحافظ متهم بالتردد في احتواء حاله بانعدام الامن في المنطقه، وهو ذكر انه الجنرال كوالا كون ما دار يتعاون مع قاده بتاع القوات النظاميه المنتصرين في المقاطعه. وزير الإعلام بولاية وهرب أكد إيقاف بتاع المحافظ لآي راديو رينغ دينغ دينغ، قال إنه الحاكم أمر بتشكيل لجنة للتحقيق في الأمر، وهو يتكلم لآي راديو في الصباح الليلة من مدينة كواجوك. Yesterday, the acting governor ordered the suspension letter to County Commissioner of Tolima County, Honorable Brigadier Kuala Kon Kwal, with the effect of yesterday. Yeah, the reason is indicated in the letter that he was lacking cooperation with the regular forces in his county, and he was negligent to security threats. Those are the main things that were led to his suspension. ومن طرف بيتاوي اعترف المحافظ الموقوف من الشغل بوقوع حوادث انفلات امني شملت عمليات بتاع قتل في مقاطعة بيتاوي.
كولاكون قال في يوم 8 من الشهر الجاري قتل مزار اليد مسلح مجهول بعد 3 أيام أدى قتال قبل كمان إلى مقتل بتاع 5 أشخاص. وردا على السؤال حول التحرك للتحقيق معه رحب الجنرال أكون بالتحقيق. والله طبعا ده حاجه اداريه، لو في حاجه مثلا انه لو انا عندي خطا فيهم طبعا ده انا بيحصل حسب خطا انا عملته فيهم، طبعا انا هو مسؤول هناك وحاجات العمل نفسه في وجوده ده، لو في اي محاسبه فيه طبعا انا بجاوب عليه، لو في سؤال بسال. الحاكم لويان كلف المدير التنفيذي باكا جود كوات لطول مهامه كمحافظ بالانابه والمدير التنفيذي للمقاطعه. تحقيق كشف عن انه اندلاع بتاع الحريق اللي دمر مباني بتاع العمانه العامه في ولايه شرق الاستوائيه كان بسبب بتاع احمال بشري. الحاكم لويز لوبونغلو جوري قال انه التحقيقات بتاع الشرطه خلص لانه الحريق نجم عن بطاريات بتاع الطاقه الشمسيه المحمومه. في الاسبوع الفات النيران ولع في مبنى بتاع العمانه العامه بيستضيف عدد من المكاتب بما في ذلك مكتب بتاع الحاكم لوبونغ في ساعات بتاع الصباح. وكان السكرتير الصحفي مكتب بتاع الحاكم أليندر لوتو قال لآي ريديو أن الحريق تتسبب في تدمير الوثائق التاريخية الحيوية وأسطح بتاع المكتب. ومن ناحية تانية كشف الحاكم لوبونغ أن الحريق المدمر كان بسبب بتاع سوء تركيب بطاريات بتاع الطاقة الشمسية. الحاكم لويز لوبونغ اتكلم لآي ريديو في الصباح الليلة. After the office caught fire, we tasked the world security organ to investigate the cause of the fire. They carried a technical investigation. The police, particularly the CID, started also investigating the staff of the state secretariat. This week, all the units brought their reports, and in brief, the report states that the cause of the fire is about the solar panel battery that busted. The batteries were put in a very small office together with the files. So the files caught fire, and that's why the result of the burning. And people were not there quickly to quench the fire. They have ruled out that somebody has done it intentionally. And of course, they said it was human negligence. ورفض الحاكم المفاهيم بيقول بأن الخطأ كان تخريبا، مضيفا أنه ما في زول عرضه أو عرض للمساءلة. وفي وقت سابق وجه لوبونغ نداء عام لمواطني الولايه والمحنين والمنظمات الانسانيه للمساهمه بما يقدر بنحو 2 مليون دولار امريكي لصيانه بتاع المكتب. وردا على طلب بتاع الادلاء باخر المستجدات بشان التبرعات على الحاكم لوبونغ قال انه مكتبه ما يلقى اي قروش بعد. مستمعينا في كل مكان، انتم لسه بتسمعوا للاخبار بالعربي من اي راديو في جوبا. شركاء بتاع الأعمال من مملكة البحرين في منطقة الخليج عربوا اهتمامهم بتصفية الديون بتاع جنوب السودان من خلال الاستثمار في البلاد. وحسب المكتب الإعلامي بمكتب بتاع الرئيس، قام الوفد بزيارة مجاملة للرئيس البكير أمباري. وفوز العرادي العضو المنتدب لشركة بيتا كابيتال بيرأس شركاء بتاع الأعمال مع الرئيس التنفيذي لشركة بيتا جيتكا داريوس شيزوكي. وحسب المكتب الإعلامي للرئيس، ناقش السلف كير امبارح خطط لتعزيز العلاقات التجارية بين جنوب السودان ومملكة البحرين. وفي الأثناء ده وزير بتاع المالية والتخطيط الاقتصادي أغاكا تشيلوال قال إنه عمل اجتماعات مع الوفد البحريني في مجالات بتاع التعاون الاقتصادي. وهو قال إن الفريق الزائر أبدى اهتمامه بتخفيض الديون المستحقة على الدولة من خلال توحيد وسداد بتاع الديون بموارد الطاقة. بيتم ذلك من خلال تعزيز استقرار الطاقة والزيادة بتاع الوصول المجتمع إلى موية بتاع الشرب النظيف في جنوب السودان. كمان هو بيستهدف مبادرات لتحسين الصحة العامة وصرف صحي كإضافات لخطط بتام. وهو كان بيتكلم لآي راديو وهو كان بيتكلم للتلفزيون الحكومي SSBC أمباري. The team came to discuss with us economic cooperation between the two countries, between South Sudan and the Kingdom of Bahrain. The discussion went well for the last 2 days, and we have reached an agreement. Today, we are going to sign the memorandum of understanding between our country and the Kingdom of Bahrain. They are going to help us in issues concerning economics because they are going to invest some of their capital, their money into our economy in South Sudan in different fields. So this understanding is a very good understanding which will lead to an agreement between us and the Kingdom of Bahrain. And we have agreed that they come back and then we develop this memorandum of understanding into an agreement, and then the cooperation, economic cooperation, will start from there.
ومن المتوقع أن يوقع الطرفين وزارة بتاع المالية والتخطيط الاقتصادي وشركاء بتاع الأعمال الخليجيين كابيتال إمباكت مع الشريك بتاع في المشروع المشترك جيت كار إنرجي سيرفيس مذكرة بتتفاهم بشأن مجالات التعاون بعد المداولات ما تم الإعلان عن الديون الخارجية لجنوب السودان وما ذلك في شهر 3 من السنة ده مجلة بتاع بيزنس إنسايد أفريكا أدرج جنوب السودان ضمن 20 دولة ذات أعلى نسبة بتاع الدين الإجمالي الناتج المحلي في القارة وقال إنه نسبة بتاع الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في جنوب السودان بتبلغ 64.4% أي ما يعادل 15 مليار دولار أمريكي اعتبارا من سنة 2022 ولم يتم الإعلان بعد أن الأساليب اللي بيستخدموا شركاء بتاع الأعمال البحرينيين لتسوية بتاع الديون. وفي الخبر الأخير قبل الأخبار العالمية الشرطة في الإسكندرية بجمهورية مصر العربية قبض على رجل جنوبي عمره 51 سنة في تهم بالاغتصاب وحمل بيت عمره 14 سنة. تم تأكيد بتاع الحادثة ده بواسطة بتاع أغنيس مابوت وهي معلمة بتاع كورال في كنيسة بتاع القلب المقدس آي سيكرت هارت بالإسكندرية. وحسب أغنيس المشتبه به هو مرويل كوتش جوب مدرب بتاع كرة سلة لفريق بتاع البنات من جنوب السودان في المدينة المصرية اللي هو الإسكندرية متهم بحمل القاصرة اللي هي لاعبة في فريق بتاعه. معلمة بتاع كورال قالت إنه شالت البنت لفحص الحمل لما سمعت إشاعات من النسوان في الكنيسة بيقولوا بأنه القاصرة حاملة. هي دعت إنه البنت اعترفت بأنه تم حملها بواسطة بتاع المدرب مرويل. مبوت يتكلم معاي راديو بالتليفون من الإسكندرية امبارح بالمساء. وزولدا هو مدربة البنات في الباسكت في كنيسة. أنا مدربة الترانيم في كنيسة. طفلة يتيمة عايشة مع حبوبته وهم ثلاثة اثنين بنات. كده لقيت النسوان بيتكلم إنه بنتي ده حامل ما حامل. أنا جاني صدمة لأنه البيت صغيرة. خطوة اللي أنا عملته أنا أخذت البيت ووديته تحليل وتحليل أثبتت لي إن البيت حامل. البيت ما يتأخر في كلام ولا طول قال لي زول اللي بيعمل معي كده ده مورويل كوتش اللي هو مدرب بتاعي وبيحددني وبيجيب لي حاجات بيقول لي ما تقوله ولو قلته أنا حقته لك. وغررت إن أنا أشتكي للبوليس والراجل ده يمشي للقانون. ونفى المشتبه به قبل مزايم الوجهه له حسب المادة 247 من قانون بتلقبات المصرية في نقوبة الإعدام والسجن المؤبد وشيك لأي شخص بيدان بارتكاب اعتداء جنسي غير لائق على قاصر. أغنس بتقول بين المدعي العام حيجري فحص الحمض النووي قبل إحالة بتاع القضية للمحكمة لرضى ما إذا كان قد ارتكب الجريمة أم لا. مرويل كوتش جوب متزوج من اثنين نسوان وأبو لأربع أطفال. مستمعين في كل مكان انتوا لسه بتسمعوا للأخبار بالعربي من آي راديو في جوبا. وهنا الأخبار العالمية مع الزميلة باتريشا جون لكن بجيكم برأي بتاع شركة MTN للاتصالات في جنوب السودان. كونوا معنا. Freedom is everyone's desire. Freedom is what makes you and me happy. Freedom is called Hurea in my country. My telecom network has chosen to give me freedom. MTN is my network. I have the freedom. I choose affordable and reliable. Hurea bundles is my way. MTN introduces to you Hurea bundles, giving you the freedom to call across all networks with the SIM bundles. Subscribe by dialing star 100, star 3, star 4 hash and get 15 minutes for only 100 SSP and 30 minutes for 150 SSP valid for one day. Hurea, pure freedom. MTN, everywhere you go. شكرا الزميل الهادي هواري. الدكاترة في السودان بيقولوا إن قوات الأمن قتلت برصاصة واحد من المتظاهرين في زمن المظاهرات الأخيرة ضد الانقلاب العسكري الحصل في السنة الفات. وقالت اللجنة المركزية للدكاترة في السودان المعيدة للديمقراطية إن المتظاهر مات بعد أن أصيب بطلقة في صدره وبطنه في زمن الاحتجاجات في أم درمان في العاصمة الخرطوم. وبتقول اللجنة إنه أكثر من 100 نفر قتلوا في المظاهرات من زمن استلم الجيش للسلطة في شهر 10.
في مكان ثاني أثار مقطع فيديو بشع لرجل عازل يطلق عليه النار من قبل رجال لابسين الزي العسكري في إثيوبيا غضبا على الإنترنت، حيث وصفوه البعض بالعدام. وورد أن الحادث وقع في مدينة غامبيلا الغربية، حيث خلف قتال بين الجماعات المسلحة والقوات الحكومية عشرات القتلى. في الفيديو شافوا الراجل ويده مربوط خلف ظهره ورجال لابسين ملابس عسكرية يطلقون النار عليه عدة مرات. وأخيرا انسحب كبير المفوضين الجمهوريين بخصوص مشروع قانون مراقبة الأسلحة الأول لمجلس الشيوخ الأمريكية من جيل من المحادثات مع الديمقراطيين. لعب عضو مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس جون كورين دورا رئيسيا في صياغة عطارة العمل لمشروع قانون الأسلحة النارية المقترحة بعد إطلاق النار الجماعي في تكساس ونيويورك. وتشمل الخطط عمليات فحص أكثر صرامة لمشتريين الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المشتريات غير القانونية من الأسلحة. ده كل ما في الأخبار الإقليمية والعالمية، وبرجع للزميل الحادي هواري لتكملة نشرة الأخبار. كنت معكم باتريشيا جون. شكرا باتريشيا جون لغراءة الأخبار العالمية والإقليمية. والآن نسمع الأخبار الرياضية مع مايكل دانييل. وفي الكرة النسائية بدأت إنجلترا استعداداتها للنهائيات بتاع كأس الأمم الأوروبية 2022 بالفوز على بلجيكا بعد عودة كلوي كلي للساحة الدولية. خرجت كلي جناح مانشستر سيتي اللي تعرضت لإصابة خطيرة في الركبة ولعبت مع إنجلترا آخر مرة قبل سنة من مقاعد البدلاء وسدد كرة مرتدة في المباراة الافتتاحية. جعلت كرة راشيل دالي النتيجة 2-0 وسجلت ليا ويليامسون تسديدة قوية في العارضة. كان الفوز في مولينو هو الأول من بين 3 مباريات ودية لإنجلترا قبل البطولة. في كرة السلة فاز جولدن ستيت ووريرز على بوستن سيلتيك ليحقق لقب الرابع في الدوري الأمريكي للمحترفين في 8 سنوات وأول لقب له منذ العام 2018. فاز The Warriors بنتيجة 103-90 في المباراة السادسة في بوستون ليحسم السلسلة بأربع فوز مقابل خسارتين. بعد ما أنهى موسم 2019-2020 برقم قياسي مؤلم 15-50، هو كمان أول فريق بينتقل من أسوأ فريق في الدوري لبطولة منذ عامين. ستيف كيري يعتبر اللاعب الأكثر قيمة في الموسم العادي، كان أفضل لاعب في نهائيات الدوري الأمريكي للمحترفين للمرة الأولى. أخيرا في ألعاب القوى، قادت كيلي هوجز كينجنسون منافسة ثنائية بريطانية في سباق 800 متر سيدات في لغة دور الماسي في أوسلو في النرويج. واصلت هود صاحبة الميدالية الفضية الأولمبية خطواتها الخالية من الهزائم في عام 2022 بأفضل موسم قدره دقيقة و57 ثانية و71 فاصل من الثانية، متجاوز الخط قبل لورا موير. وأضافت هود البالغ من العمر 20 سنة، أحاول خوض أسبوع بعد أسبوع لكني أحب سباقات البطولات وتشغيل الجولات، لذلك أتطلع ليوجين. خسر البريطاني ريس بيكرسود بفارق 0.1 ثانية، حيث فاز أندريا ديغراس الحاصل على الميدالية البرونزية في سباق 100 متر للرجال. دي نهاية الأخبار الرياضية، بنعود للزميل الهادي هواري. كنت معكم أنا مايكل دانييل. الرئيس البكير قال سوى التفاهم حول التمرير بتاع مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2022 حيتم حله لمستوى بتاع الرئاسة. حاكم ولاية وهراب وقف محافظ بتاع موغاتا تونيا الشمالية بسبب ما يزعم من انعدام الأمن في المنطقة. وتحقيق كشف عن انه اندلاب بتاع الحريق اللي دمر مباني بتاع الأمانة العامة في ولاية شرق الاستوائية كان بسبب بتاع إحمال بشري.
وبكده مستمعينا في كل مكان انتهى نشرة الأخبار من آي ريديو. عندك أي خبر أو مناسبة وانت دير آي ريديو يعمل له تغطية، ممكن ترسل لنا رسالة نصية رقم التليفون 0925-287-270. انت برضو ممكن تتابعنا على تويتر آي ريديو جوبا كلمة واحدة، أو زيارة موقعنا على الانترنت www.iradio.org. ممكن تشارك برضه في قناة آي ريديو على يوتيوب آي ريديو ساوث السودان. أنت ممكن تحصل الأخبار وآخر التطورات من خلال اشتراك في الخدمة الإخبارية لآي ريديو على رقمك بتاع MTN. اتصل بالرقم 700 أو نجمة 700 وسلم واتبع التعليمات نيابة عن غرفة الأخبار والفريق الفني. كنت معكم الهادي حواري، واصل استماع لآي ريديو أنا تاكم في جنوب السودان.